منقوشة بالبشاميل ازاي؟ انا مش عارف والله. ايه ياما بنشوف ياما في الجراب يحاوز ما بقوله. منقوشة الدجاج بالبشاميل. عجينة المنقوشة موجودة اللي هي عجينة البذرة العادية. عندي شرايح دجاج، بشاميل، زبدة، كريمة لبن، طبعا لازم يكون في دقيق، ما هو موجود الدقيق، بصل وتوم وزعتر وكرات وكرفس وبابريكا، صوص طماطم، هوت صوص، خس متقطع. تتصرف كيف؟ تتصرف كيف يا عبدو؟ تتصرف كيف يا عبدو؟ مش عارف، انا مش عارف اتعمل ازاي. طب ما ممكن نعمل حاجه غيرها طيب ونكنسلها؟ ما ينفعش. ها طب استعين بصديق طيب؟ ما عندكش حد يساعدني؟ يصلح حالك، يصلح حالك ربنا. طيب هنعك كالعادة. ادي الفراخ بتاعتي، بس بركز وبعدين بشتغل، بطلع الرابع. ادي الدجي اهو، النهارده بنعمل حاجات جديدة يا جماعة، وإن شاء الله بإذن الله هتعجب حضراتكم. آدي الفراخ بتاعتي. ما جتش يمتك. حبيبي يا رسول الله. وبنكمل الاختراعات الجميلة اللي الأنسة عاملاه. الاختراعات الجميلة اللي الأنسة عاملاه كده. الفراخ بتاعتي على النار مع كل التوابل بتاعتها، ادي ملح وفلفل. نعمل حبة صوص ودي كده خلاص خلصت. حبيبي يا رسول الله اهو، والله لا اوريك اللي في بالي. اه انت لسه شفت حاجه؟ ما انت هتشوف ايام مش هقولك عليها دلوقتي. الخليط بتاعي في العجينة اللي قدامنا. وادي الهوت صوص. عندي بدول ما تقلقش، كل واحد لوحدته.
شفتوا بقى البشاميل اللي جايه مع الاكل مع الهوت صوص عامله شغل عالي ازاي.